من المفارقات المؤلمة في لبنان أن تأتي سيدة ألمانية وتؤسس سوقاً للكتاب في بيروت بغية تشجيع القراءة بالشراكة مع ناقد فني لبناني هو سيزار نمور المهتم بتأريخ الفن اللبناني. أعيش في بيروت منذ العام 2003. أنا وسيزار نمور افتتحنا هذا النشاط في شارع مونو في أول نهار سبت من كل شهر. بدأنا في عام 2011 ونحن ندعو كل شخص أن يأتي ليشاركنا ويستمتع معنا. بجهد شخصي من سيزار نمور وتلك السيدة وابنتها يقام هذا السوق، لكن المشروع الأهم لهما هو متحف للفنون المعاصرة أسسه حديثاً. الأجيال الجديدة ما بتقرأ، فحبينا لتشجيع القراءة وتشجيع الأشخاص أن يكون عندهم كتب بالبيت، عملنا هالسوق هيدا. حبينا نكون مرة كل أسبوع، لكن شفنا من البداية أنه عم بيعقد جهد كبير منا ونحن عددنا كتير قليل، شخصين بس بالمكتبة، فقررنا نعملها مرة بالشهر. ما بين الليل والنهار يتبدل وجه شارع مونو. ليلاً هو شارع للسهر وعلب الليل، ونهاراً هو سوق للكتب. الآن هناك الكمبيوتر، لم تعد الكتب تجذب الاهتمام، ولكن أنا على يقين بأن الاهتمام سيعود إلى الكتاب. فللكتاب بين يديك سحر، تشعر به، تتلمسه، تشم رائحته. الأمر فيه إحساس أكثر من النقر على الكمبيوتر. نلاحظ أنه أكثر من 50-60% من اللي بيجوا هن أجانب. الأجنبي لما بيشوف كتاب بيجي بيقرب وبيشوف شو هو الكتاب. اللبناني بيطلع لجهة تانية. سوق للكتب يعطي صورة مشرقة عن العاصمة اللبنانية، لكن لا وزارة الثقافة ولا بلدية المدينة أولت المشروع عناية. يعني هول الكتب صرنا قارينهم كذا مرة أو ما بقى بدنا إياهم أو هيك، فقررنا نعمل محل عنا بالبيت ونبيع الكتب، أو إذا ما قدرنا نبيعهم كمان بعدين بنعطيهم لجمعية خيرية، وهيك بهالطريقة بنستفيد. يعني بيع كتبي من البيت وكتبي اللي مطبوعة، كاتب وبياع كتب. في شوارع بيروت ما يستحق التوقف أمامه، مثل سوق الكتب هذا المجهول للغالبية الساحقة من سكان المدينة. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، بيروت.